السلام عليكم بنات، صباح الخير. اليوم اديتكم واحد الدويره معايا ليدل، جابوا شي حاجات مزيونين رائعين بالنسبه لوليدات ديالنا الصغارين، التشناده، البيجاما، السريولات، بوديات، بطريقات. كما كتعرفوا اخوتي في ايبيسا حنايا ما عندناش شي بريمارك، فالصراحه هاد ليدل هو اللي كيعتق مره. بالنسبه للحويجات ضد الدار مزيونين بزاف وسخونين، والخريسيات سخونين، المهم جميع الانواع الحويجات ديال العيال، والصراحه ثمن مناسب للجميع. وبالنسبه للي ما كيعرفش، ليدل هي واحد الشركه المانيه، هادشي كامل اللي كيبيعوا المانيا، والصراحه مزيونين. وبالنسبه للكاليتي داكشي واعر بزاف، وصابون ورود كما كنقولوا حنايا. انا عندي بالتجربه اي حاجه ليدل كنشريها كتخرج لي مزيانه بزاف، وانا غنوريكم واحد الحاجه اللي جربتها واللي صلحت لي، اما الحاجه عمري ما جربتها ما كنوريهاش للناس. وبالنسبه انا قلت لكم البنات صراحه مزيونين، وغير اللي ما بغاش يشري وليداتو في هاد البروده، غير اللي طبعا الناس اللي ساكنين في دول في مدن كبيره عندهم بزاف ديال الحوانت. حنا ما عندناش في ايبيسا بزاف، قلت لكم ليدل عندنا تيندات اخرين، زارا ومانجو وديكشي. المهم ديال العيال ما عندناش بزاف. بالنسبه للحويجات الدار ما كاينش بحال هاد الحويجات اللي تقدر تستعملو من الدار، وكاين اللي كيشري تشنيدرات مزيونين كيصيفط بهم حتى وليداتو للمدرسه، حيت اصلا العيال في المدرسه خصهم غير الحوايج كيطيحو كيلعبو في باركي في باتيو هذا، اما الحاجات مزيونه يعني كتخليهم من الخروج. ايوا صافي اخوتي، كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، اللي عجبها واللي كتشوف مستوى ديال القناه انه هو كيستحق، دعم اللايك وتشترك معايا، ونخليكم مع الفيديو تشوفوا هادشي كامل اللي صورت لكم، وفيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.
اخوتي جوج بيخامس، واحدة عمران واحدة نيازان، بحال بعطيتهم هادو الحاجات غير الدار. شريت هذا بحال خريت عاوتاه سخون، هادو شريتهم من غير الدار، والحاجة اللي دلك تحمق ما شاء الله. شريت هاد جوج بوديات هادو زيتهم له، وجوج بوديات هادو، واحدة بيجاما ها هي كما كتشوفها البيجاما، جبتها مفتوحة هادي. هادو السريولات ها هما، انا وريتكم اللي درني كنت شريتو جوج سراول جوج سراول، وهاد البيجاما هادي سخيخنا ديال المبرا، وهادو هما كما كتشوفوا. كنتمنى البنات يكون عجبكم الفيديو، ما تنساوش اشتراك لايك واشتراك اللي باقي ما شاركتيش معايا في القناه ديالي، مرحبا بها، مع السلامه، فيديو قادم ان شاء الله.